السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين ومتابعين يوميات محمد جمال. طبعا دلوقتي بصور من محطة مترو كلية الزراعة. طبعا برضو محطات جميلة وهادية رغم ان احنا في الدراسة والكلام ده كله. وما فيش تكدس ركاب، ما فيش اي حاجة. طبعا سيبكم تتفرجوا بقى على المحطة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. طبعا احنا واقفين على اتجاه شبرا الخيمة، ده اتجاه شبرا الخيمة زي ما انتوا شايفين كده. المترو هادي، الدنيا جميلة زي ما انتوا شايفين كده. عربيات المترو بصوا فاضية ازاي. طبعا في كل محطة زي ما انتم سامعين كده الإذاعة الداخلية دي بتوعي برضو المواطنين بالنسبة لفيروس كورونا، ولازم تبقى لابس الكمامة والكلام ده كله برضو علشان برضو حرصا برضو على سلامة الشعب المصري والكلام ده كله. وطبعا اللي عنده شكوى ولا حاجة طبعا برضو بينبهوا عليها. الاتصال بالخط الساخن اللي هو 048 زي ما انتوا سامعين كده. اسيبكم بقى تتفرجوا شويه. طبعا القطار جاي من بعيد اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا في تنويه احب ان انا اتكلم فيه بالنسبه للباب، باب المترو. طبعا هو فتح تاني اول لما الشاب اللي جه ينزل اتخبط والكلام دوت. السواق او المساعد بتاع المترو برضو بيدي فرصه للناس انها تركب ويستنى والكلام ده كله. في ناس بقى يعني سوري في اللفظ، ناس تعبانه في دماغها يحسسوك ان المترو هو ده اخر مترو، يعني ما فيش مترو تاني جاي بعد منه. المترو على فكره كل دقيقه، كل دقيقه واقل من الدقيقه كمان. فبيحصل بقى مشاكل هنا وبيحصل حكايات وبتاع، ان طبعا الباب بيتقفل على حد، حد بيقع، حد بيعمل الكلام ده كله، فبيبقى برضه خطر برضه. ما نستنى المترو اللي بعده عادي يعني، وهنركب عادي مفيش اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. يعني ملهاش لازمه بصراحه يعني. يعني الشاب اللي كان نازل، انتوا اللقطه يعني سبحان الله يعني جت في التصوير، فحبيت اتكلم فيها ان الشاب الباب خبط فيه وكان هيقع. طب ليه ما نستناش؟
ما نستناش لحد ما الباب يعني يفتح او حد ما الباب يقفل او الكلام ده كله، ونركب بعد كده بحيث ما يبقاش فيه ما يجررناش حاجة، ما حدش يتعور، ما حدش يجرره حاجة، الكلام ده كله. فصبرا جميلا يعني. طبعا ده الخروج زي ما انتم شايفين كده، السلالم برضو كهرباء، وبرضو بنريح برضو بيريحوا برضو الشعب، في ناس كبيرة في السن، في كده في كده، وفي برضو أسانسير برضو للناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة. ده طبعا مكان الخروج. طبعا زي ما انتم شايفين كده مصر جميلة جدا، يعني افتخر ان انت مصري. طبعا دي جنينة، جنينة برتقان واستفندي والكلام ده كله. واقع في الارض اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي حديقة اسمها حديقة شهداء الجيش الأبيض. طبعا زي ما انتم شايفين كده الجمال، طبعا الكوبري بتاع المترو. الخط الثاني شبرا الخيمه المنيب. طبعا احنا واقفين هنا في مقدمة القطار. طبعا زي ما انتم شايفين كده الحلاوة والجمال اللي احنا فيها، بلدنا الجميلة مصر. واحنا دلوقتي كنا بنصور محطة مترو كلية الزراعة. طبعا المحطة الجاية للمحطة الأخيرة اللي هي محطة شبرا الخيمة.
طبعا كنا معاكم النهارده محطه كليه الزراعه، انتهت رحلتنا من المحطه، مع السلامه.